مطالب بحقنا، عايزين نتعين زينا زي الناس القدام، عايزين يعينونا على وقت. انتوا كام موظف؟ انتوا كام موظف؟ 18000. كام واحد معين منكم؟ 2000. عندكم نقابة؟ لا ما عندكوش نقابة. ليه؟ اسمنا موظفين في شركات البترول، ولا عندنا نقابة، ولا عندنا تعيين تبع البترول، ولا عندنا أي شيء. متوسط دخلكوا كام؟ 400 جنيه. في اي بدلات؟ في اي حاجه بتاخدوها زي كده؟ 400 جنيه بالبدلات والحوارات. وبتقول لي 2000 بس المعينين من 18000. اللقمه الحلوه هم اللي بياكلوها، واللقمه الوحشه هم اللي بياكلوها، هم اللي بياكلوا اللحمه واحنا اللي بناكل اللحمه. مفيش حاجه. طيب الموظفين هنا من القاهره بس ولا من محافظات ثانيه؟ اليوم اللي بيعملوا فينا ده. طب في زملاء ليكوا في المحافظات معتصمين ولا انتوا بس اللي كل الفروع؟ انا كلمه للواء طارق مذكوره بالعز. حرام عليك دلوقتي شرطه. طب قول لي دلوقتي وقت الانتخابات اللي فاتت كان بيقولوا هما بيشحنوا عمال البترول عشان يروحوا يصوتوا لسامح فهمي، صح الكلام ده؟ طيب دلوقتي في اي دلوقتي محاولات لانشاء نقابه؟ اسمع كله بقى، مفيش اي حاجه، مفيش حد كلامه صادق. بيثبتونا من 2008 عايزين نعدي ملاحه الاهل.